أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا المجلس المبارك حول علم من أعلام أهل البيت، ألا وهي الصديقة الصغرى عابدة آل علي، والتي يقال في حقها أنها لو قلنا بأنها معصومة لما قلنا كلاما يجانب الحق والحقيقة. هذه السيدة لم نعرف منها إلا البعد الرثائي العزائي، وهذا الأمر لا منكر له، ولكن نأخذ جولة سريعة في كمالاتها ومناقبها منذ أول نشأتها. أولاً، تسميتها هذه السيدة سميت من السماء هذا الاسم، ما جاء اعتباطاً، رب العالمين كرمها بهذه التسمية، لأنها عندما ولدت النبي ما سماها ينتظر خبراً من السماء، وإذا بجبرائيل نعم يقول له سم هذه المولودة زينب فقد اختار الله لها هذا الاسم. إذن هذه التسمية تسمية ربانية، تسمية إلهية، والذي جرى بعد ذلك أمر ملفت. عادة المولود عندما يلد ينتاب الفرح ذلك المنزل، ولكن هذه السيدة عندما ولدت إذا بالبكاء ينتاب علي عليه السلام وينتاب النبي أيضا، هكذا كتب التاريخ. وكأنه عند ولادتها أمير المؤمنين يرى أن هذه الطفلة البريئة من نسل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها سيجري ما يجري عليها من المحن. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعلم الغيب بإذن الله عز وجل أيضا بكى لولادتها. طبيعي هذا المعنى أيضا وجد أو اقترن عند ولادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه السيدة الجليلة إذا أردنا أن نأخذ جولة في مناقبها، حقيقة علماؤنا عندما يكتبون عن هذه الذوات الطاهرة يكتبون عن فهم وعلم. هنالك كتاب قيم باسم تنقيح المقال، صاحب الكتاب وهو من كبار علمائنا المتأخرين، أعجبني كلامه في حق هذه السيدة، ليس كلاما إنشائيا. المؤلفات عن هذه السيدة كثيرة، البعض منها يغلب عليها الطابع الأدبي، ولكن عالم بوزن هذا العالم الجليل عندما يتحدث عن هذه السيدة يبدأ كلامه قائلا زينب وما أدراك ما زينب. بهذه الجملة القصيرة هذا العالم الجليل يبين عجزه في بيان مقاماتها، وله كلمة يقول: وقد حازت من الصفات الحميدة ما لم يحزها بعد أمها أحد. حق أن يقال هي الصديقة الصغرى. ولهذا لو قال أحدنا أن هذه المرأة سيدة نساء العالمين بعد أمها فاطمة صلوات الله عليها فكان الأمر في محله، هذه
تالية لأمها صلوات الله عليها في العظمة. ثم يردف قائلا هذا العالم الجليل: هي في الفصاحة والبلاغة كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين وكأنها تتكلم عن لسان أبيها. ثم يختم قوله: أعود وأقول، صاحب هذا الكلام يقولها في كتابه القيم تنقيح المقال في بيان الرجال عندما يصل إلى سيرة زينب، هكذا يقول: يقول: ولو قلنا بعصمتها لم يكن لأحد أن ينكر إن كان عارفا بأحوالها في الطف وما بعد ذلك. إذن هذه السيدة صلوات الله وسلامه عليها وصلت هذه المراحل العالية من الفضل والكمال لأنها كانت تمثل البعد العلمي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عثرت على رواية طريفة، هذه الرواية فيها مجموعة من الفوائد. أولاً، الرواية ينقلها الشيخ الصدوق عن أحمد بن إبراهيم، يقول: دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام، أخت أبي الحسن الهادي، هذه المدفونة الآن بجوار العسكريين صلوات الله عليهما. يقول: دخلت عليها في المدينة فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها، فسمت لي من تأتم بهم، تذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى ذكرت الإمام القائم روحي وأرواح العالمين له الفدا. ثم بمناسبة هذه السيدة الجليلة حكيمة عمة إمام زماننا، أرادت أن تعرف زينب عمتها، يا له من تعريف، حكيمة تريد أن تبين مقام عمتها زينب. ماذا قالت؟ قالت: إن الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب في الظاهر، وكان ما تأمل العبارة جيدا، وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب سترا على علي بن الحسين. يعني علم إمامنا زين العابدين عليه السلام ترشح على لسان زينب صلوات الله وسلامه عليها، حتى أن في بعض العبائر هكذا أنها هي كانت تتولى بيان الحلال والحرام والمسائل في فترة مرض ابن أخيها إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه شذرات من مقاماتها. تجلت القضية عندما سألها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ امرأة مفجوعة بأخويها، بأولادها، بأصحاب أخيها الحسين عليه السلام، وإذا بها تقول: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، ما رأيت إلا جميلا. ما هي هذه المعرفة العظيمة؟ ما هذه المنزلة التي حقيقة حق أن يغبطها عليها جميع نساء العالم؟ هذه المرأة كانت في أعلى درجات العفة والحياء صلوات الله وسلامه عليها. ينقل أحدهم بعنوان باسم يحيى المازني، يقول: كنت في جوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي
تسكن زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها تخرج ليلا، والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، الكل يحيط بها، ثلاثة من المعصومين عليهم السلام. فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن قال: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. هكذا تربت في كنف أمير المؤمنين. أريد أن أثير أحزانكم، ولكن هذه الخفرة، هذه المصونة، هذه التي تمشي ومعها ثلاث من المعصومين، ماذا جرى عليها في ذلك اليوم؟ يقول إمامنا زين العابدين: لا بأس، ضموا هذه الرواية إلى هذه الرواية. يقول إن عمتي زينب كانت تؤدي صلواتها من قيام، الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام، ولكن إمامنا زين العابدين يقول: وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس. سألتها عن سبب ذلك فقالت: أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف منذ ثلاثة أيام، لأنها لم تكن تأكل طعاما. نعم، تقسم نصيبها من الطعام على أطفال الحسين وعلى يتامى. هذه الخفرة هكذا وصل بها الحال. ولكن مع كل ما جرى إخواني عليها وعلى من معها، بقي اسمها لامعا في التاريخ. هذا النص أيضا، هذه في مجلسنا هذا أكثر من النصوص لتعلموا وزن هذه السيدة في مرآة التاريخ وفي نظر الأجلاء من علمائنا. أبو الفرج الإصفهاني عندما يصل إلى ذكر هذه السيدة يعبر عنها بالعقيلة. هذه العقيلة مجمع العقل والحجة والفهم، ثم يقول: هي التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة عليها السلام في فدك، راوية لكلام أمها فاطمة، فقال ابن عباس: حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي. هذه عقيلة بني هاشم، عقيلتنا قالت هكذا. هذا يدل على أن هذه السيدة كانت معروفة منذ القدم بجلالة أمرها. هناك بعض العلماء جمع الروايات التي هي روتها زينب صلوات الله عليها، هذه الراوية، ويا لها من راوية، كم نقلت لنا من أحاديث أبيها وأمها فاطمة صلوات الله عليها. لعل الكل يعلم حديث الزهراء عليها السلام عندما كانت تقف في محراب عبادتها في جمعتها، يصبح عمود الصبح وهي تدعو للمؤمنين والمؤمنات. هذه الرواية من ينقلها؟ ينقلها عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة الصغرى، عن أبيها الحسين وعمتها زينب بنت أمير المؤمنين. إذن هذه السيدة أيضا من كمالاتها أنها أصبحت واسطة لنا في هذه الروايات المتكثرة عن أهل بيت النبوة. رواية أيضا مهمة في هذا المجال
أنها كانت مصدرا لمراجعة القوم في الحلال والحرام. وفي رواية أخرى في الخصائص الزينبية أن زينب في الكوفة أيام خلافة أبيها كان لها مجلس تفسر فيه القرآن للنساء. وهذا المتوقع، أمير المؤمنين في المنزل، فاطمة صلوات الله عليها غادرت الرفيق الأعلى، كم هي لصيقة بأمير المؤمنين. يكفي لزينب أنها تنقل علم علي عليه السلام للنساء في الحلال والحرام وتفسير القرآن الكريم. من فضائلها، من كمالاتها، فاطمة بنت الحسين عليه السلام تصف لنا موقفا لزينب. ما هذا الموقف؟ في أي ليلة؟ في ليلة العاشر من محرم. أصحاب الحسين عليه السلام كان لهم دوي كدوي الناحل، زينب ما كانت أقل من أصحاب الحسين عليه السلام. تقول فاطمة بنت الحسين: لم تزل قائمة في تلك الليلة في محرابها تستغيث إلى ربها، فما هدأت لها عين ولا سكنت لها رنة. ما هدأت لها عين في تلك الليلة وما سكنت لها رنة. ماذا نقول عنها؟ هذه ولادتها، هذه عبادتها، هذه علومها، هذه كلماتها، هذه خطبها، ألا يكفي ذلك؟ ختاما نقول: الإنسان يعرف من خلال كلمات المعصوم في حقها. أنتم تعرفون فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر، لماذا هذا التكريم؟ لماذا قم تحول إلى عش آل محمد؟ لأن هذه السيدة إمامنا الجواد ذكرها بخير: عمتي قم، عمتي تدفن في قم، ثم ذكر ما لزائرها من الفضل. الإمام الرضا عليه السلام يبين كمالات فاطمة المعصومة عليه السلام. إذن من خلال حركة المعصوم نعلم مقام الرجل أو المرأة. هذه الرواية تبين لنا عظمة زينب صلوات الله عليها عندما دخلت على الحسين عليه السلام. ماذا عمل؟ تقول الرواية: عندما زارته زينب قام إجلالا لها، وكان يجلسها في مكانه. ويكفي في جلالة قدرها في مورد آخر: دخلت على الحسين وكان يقرأ القرآن فوضع القرآن وقام لها إجلالا. هذه المواقف. صلوا على محمد وآل محمد. هذه المواقف برمتها بمجموعها تبين لنا قدر هذه السيدة الجليلة. إذن إخواني، نلملم الحديث الذي يجعل الإنسان نخرج بدرس عملي. إلى الآن كمالاتها، فضائلها، ولكن أنا وأنت ماذا نعمل؟ إن أردت أن تكون زينبياً، إن أردت أن تصل للمقامات العليا، تأس بها في الصبر على المحن والمصائب. لم نعهد نبياً ولا وصياً ولا ولياً طوال التاريخ إلا وقد دخل في بوتقة الامتحان.
الذي يريد طريق غير ذات الشوكة، الذي يريد أن يكون مسترخيا متنعما، يريد الدنيا حياة حلوة مخملية حريرية، هذا الإنسان لا يصل إلى مقام أبدا. إذن سأل الله تعالى أن لا يجعل امتحانك في دينك ما عداه يهون، كل بلية دون النار عافية. سل ربك أن لا يجعل مصيبتك في دينك، وإلا فقد الأعزة، فقد المال، كل ذلك هذا ديدن الصالحين المؤمن. نختمها بالرواية، زينب صلوات الله عليها مظهر لهذه الرواية: المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا، اللهم أنلنا شفاعة أوليائك وأحبابك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.